فترة فتحنا مع حضراتكم ملف مافيا اللعب في الدولار. قلنا الناس متخيلة ان تجار العملة بيشتغلوا في الشوارع الخلفية او الصرافة. قدرنا نسيطر على الصرافة، الناس راحت تشتغل على فيسبوك والانترنت. الناس كانوا عاملين جروب على فيسبوك عشان تتاجر فيه في العملة وتلعب في وضع الدولار في السوق، وتحرض المصريين في الخارج وتعمل تصور وخطة علشان تاخد من كل مواطن مصري شغال في الخارج دولارات وعملته الصعبة ما تتحولش لبنوك مصر، علشان هم يكسبوا من ناحية شوية جنيهات زيادة، وعلشان ينتقموا من مصر اقتصاديا من الناحية التانية، لأن اللي موجود على الجروب ده ومع الناس دي شغل مش شغل أفراد ولا شغل تجار عاديين، ده شغل تجار عملة مغموس في دم السياسة. احنا فضلنا 60 يوم بنراقب الناس دي، بقى معانا صور ووثائق وأسماء وأرقام، وفتحنا الملف ده هنا في قصر الكلام رغم كل التحذيرات اللي جات لنا وقالت خلي بالكم دول مافيا كبيرة ومش هتقدروا عليهم. لا هنقدر عادي، عيب عيب ان حد يقول مش هنقدر، هنقدر. احنا عارفين بيسلموا فين وبيستلموا فين ومين بيديرها ومين بيحركها. بدأنا في حلقة والتانية والتالتة، على مدار 3 حلقات كنا بنكشف لحضراتكم كل يوم جزء من الحدوتة بالصور والأرقام والوثائق ومين بيسلم مين وفين. وبعد كل حلقة كان السادة التجار بتوع العملة دول بيقولوا هتقف وهنكمل ومحدش هيقدر علينا، لكننا كنا بنكمل لسبب واحد، احنا مش عاوزين حاجة في البرنامج ده زي ما اقسمنا لحضراتكم في اول حلقة غير اننا نشتغل لمصلحة البلد دي وما نراه او ما نظنه على حق. الناس دول دلوقتي بيهددونا علشان نسكت، تهديد علني، تليفونات، حاجات على الفيسبوك، شغل عصابات يعني داخلين لنا بكل بجاحة على صفحة الفيسبوك بتاعت قناة النهار بيهددونا عليها عادي جدا. الناس دي متخيلة انها مسنودة الى ابعد مدى، وبعضهم متخيل انه مسنود لانه بعيد بره البلد، هو متخيل كده. بس انا عاوز اقولك احنا ان شاء الله بقدرة قادر هنجيبكم انتوا ولسندينكم، احنا مش هنسكت، احنا بدأنا ملف ومش هنقفله غير لما نحس ان البلد دي خدت حقها من المجرمين دول. ايوة مجرمين. الموضوع مش بوست على فيسبوك ولا جروب، اوعى تتخيل كده. كل مدى لما التكنولوجيا بتتغير والعالم بيتطور كل عصابة بتغير ادواتها. زمان كان بيسرق بطفاشة ومفك، دلوقتي بيسرق بحاجات تانية. زمان كان بيحول فلوس بيهربها من السحر، دلوقتي بيحول بحاجات تانية. كل زمن ليه تطوره وليه أدواته، لكن الجريمة هي الجريمة. الناس دول مجرمين ومش أنا اللي بقول، ده القانون بتاع البلد دي هو اللي بيقول. قانون رقم 66 لسنة 2016، قانون بتاع مصر، قانون بتاع البلد دي، بيقول إنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1,000,000 جنيه ولا تزيد عن 5,000,000 جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر. مين اللي بيتعاقب؟ العقوبة دي لمين؟ الوثيقة اللي قدامكم دي إيه؟ ده قانون رقم 66 لسنة 2016، قانون منشور في الجريدة الرسمية. لمين بقى الكلام ده؟ لمين؟ أدى رئيس الجمهورية ماضي، أدى البرلمان، أدى الحكومة، ده قانون بيحكم البلد دي، والقانون على رأس أي حد في الدنيا. العقوبة دي لمين يا سادة بقى؟ العقوبة دي طبقا لنص القانون بتقول ان هذه العقوبة لكل من يتعامل في سوق العملة بما يضر بالاقتصاد القومي، واللي بيحصل على جروبات العملة اضرار تام بالامن القومي الا لو حد عنده رأي تاني، وانا ما اعتقدش ان في حد عنده رأي تاني، لان احنا بنتكلم هنا عن تعطيش سوق، بنتكلم عن تحريض ناس على عدم ارسال العملات الصعبة الى مصر، بنتكلم على ناس بتغسل عملة، بنتكلم على ناس بتغير ملايين الدولارات عشان توجع السوق. عموما بعيد بقى عن التهديد بتاع امبارح اللي وصل لاعلى مراحله امبارح ومحاوله تخويفنا في البرنامج ده احنا وفريق الاعداد من الاستمرار بعد حلقه الاسبوع اللي فات واللي قبلها، احنا كمان واحنا بنبص لقينا بعض التعليقات على فيديو الحلقه اللي موجود على يوتيوب وموجود على فيسبوك، منهم واحد اسمه الاستاذ احمد مرسال وسيط بيقول لي خد بالك من نفسك الناس دي ما بتهزرش. ايوه احنا موافقين، احنا دورنا كمان ولقيناك موجود في الحته بتاعتهم عادي، يعني احنا كمان ما بنهزرش يا استاذ احمد. الاستاذ احمد بقى مكمل كلامه بيقول يعني اقرا الفاتحه على مرحوم، يا سيدي الاعمار بيد الله، هو يعني ربنا الرحمه من عنده. وبيقول اللي عاوز يتاجر هو حر، دي فلوسه. لا يا استاذ احمد، ده نفس الكلام اللي انت بتكتبه على الجروب انت واللي زيك. اللي عاوز يتاجر يتاجر وفقا للقانون،
لكن يتاجر في العمله مش حر. احنا في دوله قانون ومؤسسات، المؤسسات في الدوله دي حددت سعر الدولار اللي حضرتك شايفه مش مرضي، مع ان حضرتك بترتضي بيه وانت بتاخده من الكفيل او العميل، او بتحرض المصريين في الخارج على انك تشتري منهم وتحوله لهم هنا مصري علشان الفلوس دي ما تدخلش البنوك، فتفضل البنوك عندها ازمه في العمله، فتفضل حضرتك فرحان ان مصر عايشه في ازمه اقتصاديه. تعالوا بقى نروح للاخ جلال الدين اللي بيقول ايه بقى؟ ده واحد برضه من المافيا دول. بيقول لك يعني انتوا جايين بتتكلموا مع تجار العمله؟ يا اخي روح بص على الافلام والاغاني والعري، سبب الفساد بتاع الاخلاق. المهم الراجل ده قال الكلام ده كله وبعدين شتم شتيمه تقول انه يعني الشيطان يعظ زي ما بيقولوا. احنا شلنا شتيمه، الشيطان يعظ، ثم تعالى هنا، ايه الشيزوفرينيا دي؟ هو انت متخيل حضرتك انه هو الفساد شتيمه وعري وبس؟ لا، ده الفساد الاوقع هو الفساد اللي بيلعب في اكل عيش الناس، الفساد الاوقع هو اللي بيلعب في اقتصاد دوله مهمه زي مصر. المهم الاخ جلال واحنا بندور بقى وراه، احنا يا جماعه عندنا فريق تحريات على مستوى عالي، واحنا بندور وراه جمعنا من الجروبات بتاعته او الجروبات بتاعت تجاره العمله دي، لقينا الاستاذ جلال منتشر، الاخ جلال اللي بيتكلم عن الاخلاق اهوت موجود بنفسه بيعرض دولار ومطلوب دولار ومطلوب ريال سعودي بسعر كذا، وقال لك وحسب الكميه وحسب المكان، وبعدين الكميه 50,000 دولار والاعلى سعر، يعني اللي هو الراجل بيلعب في السوق كانه طماطم وهو بيقول لك مكانه فين. هو ده الفجر بعينه، انك عندك مافيا بتحدد لك ايوه انا بعمل شيء مخالف للقانون هو الاتجار في العمله، وان انا باخد فلوس المصريين في الخارج علشان ما توصلش بنوك مصر وهغيرها على عينك وتحت عينك. عارفين احيانا لما بيجوا يغيروا العمله ويسلموا ويستلموا، بيسلموا في السيده زينب قدام مديريه امن القاهره، اه والله على قهوه هناك، واحيانا في الشارع. اقول لكم كمان احنا عارفين تجاره العمله دي اللي انتوا بتعملوها نوع من انواع الفساد، الفساد الاخلاقي والقانوني، يا متعلمين يا بتوع المدارس. كل ده مش هو المشكله، احنا لما دورنا كمان ورا الاستاذ جلال، انزل لي بقى الصوره الثانيه، الاستاذ جلال هو نفسه ادمن في هذا الجروب، يعني واحد من قيادات العصابه، ادمن يعني مسؤول يعني مدير، ومن شله الاستاذ حمدي مكين والاستاذ احمد مهدي والاستاذ طاهر والاستاذ ايمن كليب. الاستاذ ايمن كليب يا جماعه راجل فظيع، شال صورته من البروفايل وعمل حاجه فيه كده مزيفه. طب يا استاذ الحق شيل صورتك من على الواتساب زي ما الاستاذ حمدي عمل كده، واعمل اكونت جديد زي ما الاستاذ حسام الشرقاوي عمل كده. يا جماعه انتوا تحركاتكم متاخره جدا، والله احنا لابدين في الدوره زي ما بيقولوا، ومعانا بدل الصوره 3 و4 و5 و6، ومعانا بدل السكرين شوت والوثائق المثبته، لان ده اثبات من صفحاتكم الخاصه 10 و20. لو حد منكم بقى بالمناسبه دي ضيع منه صوره، او عاوز يعرف رقم التاني، او عاوز يعرف اخر عمليه تسليم تمت فين وبكام، احنا تحت امركم، ممكن نساعدكم نقول لكم يعني، ومش هناخد اتاوه زي محمد مكين بيعمل. الراجل ده بقى يا اساتذه لانه وسيط، اصل بيقول لك احنا بنغير في فلوسنا، لا انت مش غير في فلوسك، انت بتاخد اتاوه من التجار. يعني انت بتفق مع التجار على مناطق التسليم، وبتخلي كل واحد مسؤول عن منطقه التسليم، وبتاخد 5000 جنيه في العمليه. فاحنا عارفين ايه اللي بيحصل، سواء في الهرم او في مدينه نصر. ده طبعا غير الشركات اللي كان بيبعت لها الزباين في مدينه نصر ووسط البلد وغيره. والله معانا كل الاماكن. طبعا الناس دي كانت فاكره اني هفتح الموضوع او هنفتح الموضوع في قصر الكلام، وبعدين بشويه التهديدات بتاعتهم والضغط والناس الكبيره اللي هددونا بيها هنقف ومش هنتكلم فيه تاني. لا، احنا شغالين بكل الطرق علشان نقفل الجروب ده. علشان كده هم شغالين واخدين راحتهم خالص، لان حتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظه ما حدش رفع سماعه التليفون وقال لنا هاتوا الداتا والمعلومات اللي عندكم. الناس دي لازم يتقبض عليها، لان قانون البنك المركزي تم تعديله وتم تغليظ العقوبه فيه، مع ان الناس دي لازم تتحاكم في قضايا امن دوله مش وفق القوانين العاديه خالص. ايوه، قضايا امن دوله، لان هو ده تعريف امن الدوله، اللعب في اقوات الناس امن دوله، اللعب في اقتصاد البلد دي هو الامن القومي للبلد. اي خطر يهدد الدوله المصريه، يعني الناس دي تلم الدولار من المصريين في الخارج وتسلم اهلهم مصري، ده امن قومي للبلد. احنا واحد او جزء رئيسي من العمله اللي داخله لنا او الدخل اللي داخل لنا بالعمله الصعبه هو تحويلات المصريين في الخارج. فلما الناس دول يلعبوا فيها، يعني الناس دول بيلعبوا في اكل عيشنا وفي مستقبل البلد دي، فلما تضارب على الدولار في الداخل وترفع سعره بمزاجك، يبقى ده امن قومي، امن دوله. لما واحد ينشر في جروب زي ده
بوست بيتكلم فيه عن تعطيش السوق. طب بصوا عليها، تعالوا نبص عليها مع بعض. خلينا نشوف الراجل بيقول لك ايه. بيقول لك عاوزين نعطش السوق يا جماعه، بادئ كده يعني. لحظه واحده خليكم معايا عشان اجيبها لكم نصا. بيقول لك احنا عاوزين نعطش السوق يا جماعه، وبيتكلم بقى ان احنا يعمل حمله لتعطيش السوق، كل اللي معاه دولار ما يبيعوش لمده اسبوع ونوقف، فالسوق يتعطش فسعر الدولار يغلى، فنعمل تعويم للدولار او تعويم للجنيه، وكل واحد بقى على سعر ينزل فيلم فلوس من السوق، واللي عاوز يستورد واللي عاوز دواء ما يلاقيش، واللي عاوز اي حاجه ما يلاقيش. الناس بشكل طبيعي المفروض في الاوقات اللي زي كده، المفروض في الاوقات اللي زي كده ربنا يكرمهم ويساعد البلد ويساعدوا بنوكها علشان نطلع من العثره اللي احنا فيها، لكن دول ما بيعملوش كده. الحقيقه دول ما بيعملوش كده. يعني في واحد عنده ضمير دخل علق عليهم وقال لهم، استاذ محمد لاشين وانا بحييه طبعا، انه دخل علق عليهم وقال لهم يا جماعه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وانتم بتعملوا كده ليه في البلد ومش عارف ايه. دخلوا بقى ادوا له دروس في الاخلاق، لا ده حقنا، ده اقتصادنا، ده فلوسنا، وكل القصيده اللي حضراتكم عارفينها. انا قبل ما اختم بس في الموضوع ده، عاوز اوري للناس اللي شغالين يطمنوا صوره، يعني صوره هيت بتاعت الاستاذ حمدي واعوانه. ايوه ادي بقى الاستاذ ميدو. الاستاذ ميدو الاكونت الحقيقي بتاعه معانا، بس هو جبان، هو دخل بيهدد على صفحه البرنامج وعلى صفحه قناه النهار، دخل بيهددنا من اكونت مزيف، اكونت مزيف، بيقول ان هو الادمن بتاع الجروب، وان احنا لو طولنا في الكلام في برنامج قصر الكلام، لو طولت في الكلام يا حضره المذيع المحترم هتتخطف، واخر تحذير ليك ومحدش هينفعك، امش جنب الحيط واعرف ان انت بتتكلم مع مين، وحط في بالك ان اقدر اجيبك مش عارف ايه. الكلمه كده ما ينفعش نقولها على الهوا. طيب يا سيدي، انت كده شجاع جدا يا استاذ ميدو، شجاع جدا لدرجه انك بتكلمني او بتكلم برنامج ده من اكونت مضروب، وواثق ان محدش يعرف عنك حاجه. ماشي يا ميدو؟ طب اقول لك ايه؟ اخبار الحاج شلبي ايه؟ الحاج شلبي عامل ايه يا استاذ محمد ميدو؟ هو في حد يبقى راجل ويخاطر بابوه يبقى قاعد في دبي ويخاطر بابوه ويشغله في العمله؟ يشغل ابوه سمسار عمله؟ ديلر عمله؟ ده انت لو راجل ما تشغلش ابوك كده. تحب اقول لك بقى ارقام تليفونات؟ تحب اقول لك رقمك في دبي انه اخره 714؟ تحب اقول لك او اخره 300؟ ورقمك في مصر 010-25 واخره 383؟ مش بقول لك احنا عارفين عنكم كل حاجه؟ تحب اقول لك رقم الحاج شلبي كام؟ والخط التاني كام؟ كل ده موجود عندنا. عارف ان الصدمه كبيره عليك، وعارف انك في الغربه، وعارف انك خايف تترحل، بس احنا نرجعك ان شاء الله البلد دي اللي انت بتحاول تسرق حقها، البلد دي اللي انت بتلم فلوس المصريين هناك عشان ما يبعتوهاش للبنوك. الجروب ده يا جماعه امبارح بقى كان عامل حفله بيكرموا المتميزين في تجاره العمله، الاستاذ رامي التركي في منطقه وسط البلد تم تكريمه امبارح، والاستاذ احمد برضو تم تكريمه امبارح، وعدد كده من الاسماء تم تكريمها امبارح وفقا لنشاطهم، اقول لك شهاده شكر وتقديم. يا جماعه بيكرموا بعض على مين انشط واحد في تجاره العمله؟ مين؟ انا نفسي الاقي تعبير مهذب اقوله. كل واحد فيهم، كل واحد فيهم، الناس دي ناويين على خراب البلد دي، او ناويين على ان هم يتربحوا على حسابها، او خليني اقول لكم كمان ان ده مش شغل تجار عاديين، ده شغل تجار مغموس بسياسه. لما يطالبوا المصريين في الخارج ان هم ما يحولوش العمله، ده نفس مطلب الاخوان. لما اغلب الناس اللي موجودين على الجروب ده بعضهم يبقى رافع رابعه ومرسي وبيتكلموا عن هل تؤيد عوده مرسي من جديد وبيحاسبينه على السلطه، يبقى ده شغل مغموس بسياسه. سياسه عند ناس هدفها تنتقم من البلد دي. احنا مكملين ومره تانيه بنجدد بلاغنا للناس المسؤوله في البلد دي، ارجوكم يا جماعه، ارجوكم يا جماعه، هنفضل منتظرين لحد لو كان بيتعامل مع 500 واحد بره مصر يبقوا 50,000 واحد، فنكتشف بعد شويه ان في 50,000 واحد ما بيحولوش فلوسهم لمصر. احنا النهارده بنفكر كل الساده المسؤولين في مباحث الاموال العامه ومباحث الانترنت ومباحث امن الدوله، وفي النهايه مفيش بلد بيبنيها ايد واحده، البلد دي بتتبني بايد كل واحد فيها.
انا بس عاوز قبل ما اختم اوري الناس اللي شغالين يطمنوا استاذ حمدي واعوانه، عاوزين نشوف توجهات الناس دي ايه. انزل لي بالصوره دي. اتفضل يا باشا. ده الجروب، ده استطلاع راي موجود على الصفحه بتاعه التجاره في العمله. استطلاع راي، هل توافق على عوده الرئيس مرسي للحكم ام لا؟ لما اقول لك ان ده لعب مغموس بالسياسه ما تقوليش اصله اكل عيش وكذا حد عاوز يكسب 3 4 جنيه. الصوره دي من 20 يوم، اوعى حد يتخيل انها من 3 4 سنين ولا حاجه. لا، الصوره دي من 20 يوم، مش مثلا ايام الفوران فنقول كان ناس يعني متضرره. على فكره بقى ده الاكونت الفيك الجديد هو بدا يهددنا منه وبيشتغل منه. احنا قدمنا البلاغ لكل حته في الدنيا، والمره دي البلاغ بنقدمه بقى للسيد رئيس الجمهوريه، السيد رئيس الوزراء، لانه هنفضل شغالين في الموضوع ده. لا ينفع معانا تهديد ولا تهويش ولا حمايه اي حد ليكم. والحلقه الجايه بقى عندنا ليكم مفاجآت، مفاجآت بقى الاسماء اتقل تشتغل مع الجروب ده.